في الترجي نيوزيليوم، استعدادات فريق الكرة الطائرة للبطولة الإفريقية، صنف المدارس في الكرة الطائرة. في الإداني التركيز على التكوين بالأساس بعد الانتصار على CSS. عسلامة ومرحبا بكم في النشرة الإخبارية للترجي الرياضي التونسي، موعدكم اليومي ترجي نيوز. خبرنا اليوم باش تكون مخصصة 100% الكرة الطائرة، وبمناسبة انطلاق البطولة الإفريقية ابتداء من الخميس باش نشوفوا آخر استعدادات أبناء فويد كامون لهذا الحدث اللي سنة باش تكون على الأراضي التونسية وبالتحديد في القاعة الأولمبية بسوسة. مادام نحكيو على الكرة الطائرة، اخترنا اليوم باش نقدموا لكم أصناف الشبان فريق الكرة الطائرة للترجي الرياضي التونسي، ولكن قبل هذا يجي نشاهدوا مع بعضنا مدى جاهزية فريق الأكابر للتظاهرة هذه. بعد ترشحه للدور نصف النهائي للكاس على النادي الرياضي حمام الأنف سبت الفارط، حول فريق الكرة الطائرة كل اهتماماته للتحضير للبطولة الإفريقية اللي تبدأ بعد نهارين في سوسة. زملاء بالشيخ عازمين على الذهاب لبعيد في التظاهرة هذه والتتويج باللقب. On a une grande possibilité de jouer aujourd'hui, donc il faut se préparer. On a trois jours d'entraînement dans notre compétition. Inch'Allah, qu'on est à 100%. La Coupe d'Afrique, c'est ça. برشا كيبات ما تعرفش ساعة فما ديزان بريفيو باش يصيروا ما خاطر فما برشا كيبات ما تعرفهمش. اون دوا سو كونسونتري سورتو على الماتش الاولاني نتاع ان شاء الله. جينا ماتش سهل باش في القرعه باش على الاقل نشوفوا لي زادفيرسير الاخرين، نشوفوهم نعرفوا كيفاش نقفوا لهم ونلعبوا لهم، وان شاء الله ربي معنا. ان شاء الله كيما نقولوا كوراج ووقفه باهيه ان شاء الله بحول الله نجيبوها ان شاء الله. الترجي عنده في صفوفه اصابات، لكنها مش باش تكون عائق للكتيبه الترجيه في البطوله الافريقيه. اون فاسو كونسونتري على الشامبيونات افريك، وربي يكون في عوننا ان شاء الله. نبداو نهار الخميس وان شاء الله بون في اللي عندنا بعض مشاكل صحيه في بعض ملاعبيه، ان شاء الله فما ملاعبيه باش نسترجعوا لهم معناتها في اول الدوره ولا في وسط الدوره، وربي معنا. وكو هذاك اش نقول، احنا الملاعبيه المصابين عندنا مروان لاباس توا سافا، اليوم ما حبيتش انا نشاركه في المباراه، قلت خليه يبدا يعني تركيزه من اول على البطوله الافريقيه، نهار اثنين يبدا يتمرن عادي. هو ما كانش غايب على التمرين لكن ما كانش في الملعب وبس. وبالنسبه لبلال بالحسين اللي عمل واحد، عندي تجربه سابقه مع لاعب قبل اللي في 10 ايام رجع في الملعب ولاباس، دونك ان شاء الله هو يتسدبت فيسا وان شاء الله يعني يكون موجود. اذا ما توجدش من الاسبوع الاولاني اكيد يكون في الربع النهائي موجود ان شاء الله. بعد الأكابر مشوا مع مركز تكوين الشبان الكرة الطائرة في الترجي الرياضي التونسي، وبالتحديد صنف المدارس اللي استغلوا العطلة المدرسية للتركيز أكثر على العمل القاعدي. Turn your lights down low. And pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in. فريق المدارس في الكرة الطائرة فيه برشا لاعبين موهوبين واللي في المستقبل باش يكونوا واعدين، وحتى الهزيمة في صفاقس أمام CSS هي عثرة عادية وكانت انعكاساتها إيجابية على الملاعبية. صحيح خسرنا 3-0، أما ليكيب كنا نجمو نربحوها، ما ناقصين شوية نحنا، ما هما عندهم برشا تقنيات يضربوا أكثر منا، فهمت؟ معناتها كان نخدموا نحنا أكثر منا كاين كنا نجمو نربحوها، خاطر معناتها كنا باش نربحوها نحنا، ما خلا غالب هما طلعوا أقوى منا بشوية. بدينا نتحسنوا بشوية بشوية من أول عام، فما عباد دخلت معنا جدد في الجروب، دخلناهم معنا في الأجواء بتاعنا، حاولنا نتقدموا بشوية بشوية. لازمنا نركزوا نسمعوا كلام الانترينور بالكدا، والله انا مثال ككابيتان نعاون اصحابي مازالوا صغار والحكايه، والكبار زاد اللي معايا عاونونا، ولازم شويه تركيز في الدراسه
واحد يلعب على خطر الجماعي. Never try to resist, oh no. Nah, nah, nah. Oh, let your love come shining in. التكوين القاعدي يكتسي برشا أهمية وخدمة كبيرة على مستوى الشبان، يحكي لنا عليها سي لطفي بن سلطان. على المستوى التكوين حاولنا نعملوا برنامج على طويل المدى، مش برنامج نتاع قصير المدى، مش عندنا صنف من الأصناف باش نتولهاو بيه ولا صنف من الأصناف باش نركزوا عليه. خلقنا ثلاثة أصناف اللي هما يمكن مش موجودين في الجمعيات الأخرى. هما الأول يظهر لي معناتها الأكاديمية اللي هي كانت توا موجودة كو في كرة القدم. احنا خلقنا دوز أكاديمي، عندنا ما يقارب 60 صغيرون في الأكاديمي. وبالنسبة للأصناف الأخرى قاعدين نركزوا على مستوى القامة، على مستوى القدرات الفنية. حكينا على الأكابر وعلى المدارس، توا باش نقدموا لكم فريق الأداني لكرة الطائرة في الترجي التونسي اللي قاعد يقوم بعمل كبير خاصة بعد انتصاره على سي اس اس في صفاقس. واصل فريق إداني الترجي في الكرة الطائرة تدريباته في الحديقة ب، وإن كانوا كل اللاعبين موجودين في التمارين بعد انتصارهم في نهاية الأسبوع بثلاثة أشواط لشوطين على السي اس اس في صفاقس بالذات، وهذا من شأنه أنه يرفع من المعنويات. عندنا برشا ما ربحناش صفاقس من با من ليكول وميني، أما الحمد لله يا ربي كنا يد واحدة وكنا ناقصين جواريات رجعوا بالكدي، وعندنا يعني وحود مصغر منا طلعوا يلعبوا وعاونونا وربحنا الحمد لله يا ربي. احنا ربحنا في الليلي ومازال الرتوع سلام عليكم. خدمنا على رواحنا باش نقول لك مش ظهر ما سي اس اس القوة تربحها غادي ديما عندها ان شاء الله ماخر، خاطر مدرسة كبيرة ونادي هذه صفاقسي معناها من اعرق المدارس في الكرة الطائرة، كما ترجي هذه تونسي كما الاولمبي الاقليبي ولا ورية وكل معناها سيت اون تراديسيون عندهم الفولي بول سيرتو في لي جون صعيب شوية باش تربحهم. حالفنا نقولوا الحظ شويه وخدمنا على رواحنا وليسونسييل وانا معناها الجوار كي يلعب 3 5 7 ويربح، نصور انا خير من اللي يلعب 3 7 ويربح في الفولي بول. معناها كيما نقولوا كيما في الفوت تربح 4 0 سي با، معناها مش كيما تربح كيب صحيحه انا وتربح 2 1 في اخر دقيقه ولا حاجه. هذا هو الاحساس تاعك الصغار تعلموا يسمى تدخل فيه معناها تيان فلتر الراج دو فانكر، ويزمو يتعلم الصغرى يربح، جمعية كبيرة يزمو يتعلم يربح. أنا نرى برشا يقول لك الريزولتا مش مهمة بالنسبة للصغير، مي سي اون ريفيرونس بالنسبة لك أنت باش تخدم بها وكا هو معناها تشجعك باش تخدم أحسن وكا هو. قبل ما ننهي أخبارنا الليلة نحب نذكركم أنه عملية القرعة البطولة الإفريقية باش تصير غدوة، وبالتالي ترجي يعرف شكون المنافسين نتاعو في الدور الأول. وذكركم زيدا أنه فريق كرة القدم باش تنقل غدوة المالي، وقبل ذلك المدرب رود كرول باش يعقد ندوة صحفية ومش يتحدث على المنافس نادي ريال باماكو اللي باش يواجهو في إطار دور ثمانية ذهاب من كأس رابطة الأبطال الإفريقية. احنا هكا نكونوا فينا أخبارنا الليلة، نتمنى لكم سهرة طيبة، تصبحوا على خير وتحية الترجي.